المجموعة المشتركة الأوروبية من أجل الصحراء الغربية تم إنشائها رسميا يوم هذا الثلاثاء، شهرين بعد التصديق عليها من طرف البرلمان الأوروبي. مجموعة تضم أكثر من 180 برلمانيا من جميع الأطراف السياسية، وهذا يعتبر إنجازا وتقدما كبيرا أحرزته جبهة البوليزاريو، علما أن هذه المجموعة موجودة بالبرلمان الأوروبي منذ عام 1986 دون التوصل إلى توحيد هذا العدد الكبير من الأعضاء الذين يمثلون أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. Il n'y a que 27 groupes intergroupes qui sont reconnus par le Parlement. Sur ces 27 groupes qui s'occupent de beaucoup de choses, des droits de l'homme, de la nature, du sport, de la culture, il n'y en a qu'un qui s'occupe d'un peuple. C'est celui qui s'occupe du peuple sahraoui. Et donc c'est tout à fait particulier de voir que ce Parlement, ce nouveau Parlement, a pris en compte cette revendication légitime du peuple sahraoui et en a fait un intergroupe reconnu par le Parlement lui-même. Et ça, c'est une première importance. La deuxième importance, c'est qu'on n'a jamais eu un aussi grand nombre de parlementaires que depuis les nouvelles élections du 25 mai dernier. On n'a jamais eu autant de parlementaires dans l'intergroupe et d'aussi large spectre politique et du nombre de pays qui viennent adhérer à ce projet de donner ces droits fondamentaux, de faire respecter les droits fondamentaux du peuple sahraoui. القضية الصحراوية دخلت مرحلة جديدة، هذا ما صرحه الوزير وممثل جبهة البوليزاريو بأوروبا خلال كلمة افتتاحية ألقاها في اجتماع انعقد في بروكسل، معتبرا أن العمل الصعب يبدأ الآن. مهمات عديدة تنتظر المجموعة، من بينها مساندة الشعب الصحراوي في نضاله من أجل تقرير المصير وإيجاد حل سلمي للنزاع والتحسيس بوضع المأساوي للصحراويين والتأكد على مدى احترام المغرب لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية. مجموعة أصدقاء الشعب الصحراوي التي تم تأسيسها رسميا اليوم بعد موافقة البرلمان وأكد وموافقة المجموعات السياسية لها يعني أجندة ولها برنامج عمل هدفها هو التوعية والتعريف بقضية الشعب الصحراوي داخل أوساط البرلمان الأوروبي وضمن النواب في البرلمان الأوروبي واللي هم أكثر من 750 نائب برلماني، إضافة إلى التعريف بها هو أنه طلب والعمل على أن البرلمان الأوروبي يتخذ مواقف متقدمة تهدف إلى إحقاق حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير ودعم المجهودات الأممية والعمل من أجل حل سلمي وعادل لقضية الصحراء الغربية. وأعتقد على أنه هذا أيضا ضمن الأولويات اللي تضعها بين أعينها المجموعة التي تأسست. هذا الاجتماع كان فرصة جديدة لتسليط الضوء على الأعمال التعسفية التي تقوم بها السلطات المغربية في الأراضي المحتلة وانتهاكات لحقوق إنسان السجناء الصحراويين وتجديد دعوتهم للاتحاد الأوروبي للعمل من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية. على الجمعية العامة ومجلس الأمن أن يقدم طلب لمحكمة لاهاي الدولية للبت في هذا الموضوع، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي بصدد مناقشة الاتفاق الحر لتوقيعه وإبرامه مع المغرب دون أن يستثني الصحراء الغربية، وهو ما يشكل خرق سافر وواضح يتعارض مع القانون والشرعية الدولية. وفي نفس السياق جدد الاتحاد الأوروبي قبل يومين على لسان ممثلته السامية المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فريدريكا موغيريني دعمه لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي. المجموعة المشتركة الجديدة من أجل الصحراء الغربية لها 5 سنوات لتعزيز القضية، سنوات قد تكون حاسمة في الأزمة الصحراوية، فترة قد يلعب فيها البرلمانيون دورا هاما في تحفيز الهيئات الأوروبية والمجموعة الدولية. من مقر البرلمان الأوروبي، حمادي صفيان، نيميديا نيوز، بروكسل.